حياه ليبلوكم ايكم احسن عمليا. مساء الخير يا عمتي. سبحان الله العظيم. اهلا يا سهى. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يا سعاد؟ مالك داخله كده مكشره؟ ولا كلام ولا سلام. هو اللي يشوف عمايل اخوك السودا المهببه يجي له نفس الحاجه. حسبنا الله ونعم الوكيل فيك يا ابراهيم. سقينا المر وانت عايش ومعذبنا وانت ميت. الله يا ماما بقى مش كده ارجوكي. بقولك يا بت اتكتم اسكتي خالص لحسن انا عفاريت الدنيا دي كلها بتتنطط في وشي النهارده، ولو ما اتكتمتيش هرزعك علقه اجيب فيها اجلك. انت حره. لا وعلى ايه؟ طيب احسن انا قايمه داخله اوضتي. عن اذنك يا عمتي. مالك يا سعاد؟ فيه اخوكي اللي كان منشف علينا من اول يوم جوازنا وبيشربنا البخل في ازايز. ماله يا سعاد؟ ماله؟ طلع نصيبه في البنك يا اختي 1.5 مليون. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا يزيد ويبارك يا ستي. يزيد ويبارك على ايه يا اختي؟ هو انا كنت هاخد الفلوس دي كلها واحطها في جيبي؟ ده احنا مش هنورث انا والبنت الغلبانه اللي جوه دي غير 200,000 جنيه بس، والباقي كله هيلهفوا الورثه. الورثه اللي بسبب الجوازه المحببه اللي اتجوزها اخوكي. سعاد قولي الحمد لله. قولي الحمد لله. مش احسن من ما فيش؟ قولي الحمد لله. اصل انت ما دقتوش المهر اللي احنا دقناه. ما تعذبتيش زي ما احنا تعذبنا. مصاريك ما نشفتش زينا. ده انا كنت بقول له حضرها في كل حاجه. حتى البخل يا شيخة اتعلمته منه. خلاص خلاص اهدي اهدي بس. اهدى؟ انت شايفاني بشد في شعري ولا بقطع في هدومي عشان تقولي لي اهدي؟ اقول لك ايه طيب؟ قولي لي قولي لي اقول لك ايه وانا اقول لك؟ لا يا اختي ما تقوليش حاجة. أنا مش محتاجة إن حد يقول لي حاجة. سيبيني أندب حظي حظي الأسود المهب. ده اللي كان يخش لنا البيت ده يقول الله من بره الله الله. لكن اللي كان يحشرنا كنا احنا نقول له يا لمر. ده كان بيلبسني سيف شتا شبشب خروب في البيت. هو دي كانت جوازه سودا. بقول لك يا سعاد انا داخله اوضتي استريح. عن اذنك. ربنا يكتب لك يا ربنا.